أول شيء لازم نحكي فيه صحيح هو السؤال من كل الناس حول الأجواء وحول الجو حول الطقس خلال الساعات القادمة، مع بروز يبدو منخفض جديد بعد انتهاء المنخفض الناعم اللطيف اللي أجا. وسؤالي دائما للصديق والأخ العزيز محمد الشاكر وطقس العرب، إيش محمد؟ صباح الخير. صباح الخير، نشتري خبز ولا شو الوضع؟ لا بس كثر المرة هاي. نكثر خبز؟ لا بقولك بس كستنا. كستنا. كستنا، اوكي فكرت. اوعى. شو اخبارك؟ هلا حبيبي، ايش شو الوضع ابو الشاكر احكي لي. والله دكتور ان شاء الله طبعا الحمد لله هي ثاني منخفض خلال اسبوع، يعني من المتوقع بمشيئة الله تعالى تتأثر عندك اليوم خاصة مع ساعات الليل بمنخفض جوي مترافق مع كتلة هوائية برضو قطبية المنشأ، ومرة أخرى تتكرر نفس حالة الأحد الماضي بأنه إحنا كمان نقع على أطراف هذه الكتلة الهوائية القطبية، وبالتالي التأثير المباشر راح يكون موجود على الأراضي السورية واللبنانية والتركية، ولكن نأتي نحن في الدرجة الثانية من حيث التأثير. نعم. الطقس اليوم نهارا طبعا كما هو واضح شديد البرودة، راح تنشط سرعة الرياح بشكل تدريجي، وايضا تتهيئ الفرصه بعد يعني بعد الظهر الى هطول زخات من الامطار في المنطقتين الشماليه والوسطى من المملكه. هذه الامطار تكون ايضا مترافقه مع تساقط زخات من البرد الغزير احيانا، ولكن ما سيحدث اليوم بعد الظهر هو ليس الفعاليه الجويه الرئيسيه المرافقه لهذا المنخفض، انما مع دخولنا مع ساعات الليل تبدا جبهه هوائيه بارده بعبور المملكه. شو يعني هذا الكلام؟ انه راح تنتظم وتشتد وتبدأ الأمطار بالهطول في المنطقة الشمالية من المملكة مع ساعات الليل الأولى. نعم. تمتد إلى المنطقة الوسطى مع تقريبا يعني الساعة 9-10 مساء أو ربما قبل بقليل، وبالتالي مع اقترابنا من منتصف الليل تكون الأمطار بمشيئة الله طبعا قد عمت محافظات إربد، جرش، عجلون، مدينة المفرق، محافظة البلقاء، محافظة العاصمة، وحتى أنه في ساعات متأخرة تصل إلى أجزاء من محافظتي الزرقاء ومحافظة مادبة. نعم. طبعا بعد منتصف الليل وحتى ساعات مساء يوم الأربعاء يستمر هطول الأمطار بمشيئة الله تعالى ما بين الحين والآخر. الأمطار هذه الليلة تكون غزيرة ومترافقة مع حدوث الرعد وتساقط للبرد بمشيئة الله تعالى. بالنسبة لموضوع الثلوج، أيوة. من المتوقع بمشيئة الله تعالى تساقط الثلج مع ساعات الليل الأولى فوق جبال جرش وعجلون التي ترتفع أكثر من تقريبا 1000 متر على سطح البحر، مع حلول ساعات الليل المتأخرة ومنتصف الليل تمتد هذه الثلوج تشمل أغلب المرتفعات الجبلية العالية اللي بيزيد ارتفاع عن 1000 متر على سطح البحر، اللي تشمل يعني مثلا رأس منيف، عبين وعبلين، مثلث القاعدة، تشمل أيضا سوف وساكب في محافظة البلقاء، تشمل البحيرة وزي وأم جوزة، وفي العاصمة تشمل صويرح وطال علي وأعالي دابوخ وأعالي الحمر وضاحية الرشيد والجبيهة، وأيضا تشمل في مدينة المفرق أو محافظة المفرق منطقتي دير الكهف وأم القطين المتاخمة لجبهة العرب. نعم. مع ساعات ما بعد منتصف الليل فجر يوم الأربعاء نتوقع أن تمتد الثلوج بشكل متقطع إلى المرتفعات الجبلية اللي في ارتفاع عن 900 متر على سطح البحر، وبالتالي نعم. تشمل أجزاء واسعة من غرب العاصمة الأردنية عمان، تصبح رقعة الثلوج يعني تشمل مناطق أوسع لا تقتصر فقط على خلدة وجبيها والتال علي، إنما تنتشر إلى مناطق أكثر اتساعا في غرب العاصمة الأردنية عمان، وتستمر طبعا فرصة تساقط الثلج حتى ساعات صباح يوم الأربعاء في هذه المناطق، ثم يتراجع ويرتفع مستوى الثلج تدريجيا من جديد وتعود الأمطار بالهطول وتكون مخلوطة بالثلوج. نعم. هذا طبعا نظرة عامة عن الأحوال الجوية والثلوج المتوقعة. بالنسبة لموضوع التراكم، نعم التراكم من المتوقع حدوث تراكمات مؤثرة وتعيق المسير وحركة السير على المناطق اللي ترتفع أكثر من 1000 متر على سطح البحر. أيوة. هذه المناطق تستقبل سمكات ثلجية قد تكون معيقة لحركة السير والمسير على الطرقات. المناطق التي يقل ارتفاع 1000 متر بما فيها غرب العاصمة الأردنية عمان مش مستبعد ولا يستبعد أن يكون هناك تراكم، ولكن هذه التراكمات تكون محدودة إجمالا ولا تعيق مظاهر الحياة العامة بشكل أساسي، لكن موجود الثلج والانزلاقات قد تكون موجودة في ساعات صباح الباكر يوم غد الأربعاء في أجزاء مختلفة من غرب العاصمة الأردنية عمان، ولكن الأمر الهام بأن المناطق اللي فوق 1000 متر
هي المناطق التي ستستقبل بمشيئة الله طبعا تساقط ثلجي مؤثر. التراكم يعني قائم وموجود إلى حد ما، يعني التراكم بمعنى الإعاقة، بمعنى يكون معيق للحركة، موجود صباحا بحيث أنه يستمر، ولا ممكن يزول بسبب أنه المنخفض بفعاليته بتذهب بتروح؟ سؤال صحيح في مكانه دكتور. هو الحقيقة المناطق اللي زي اللي ذكرتهم، مناطق اللي فوق الألف متر في محافظتين مفرق الجرش عفوا وعجلون وأعالي البلقاء وأعالي غرب العاصمة عمان، صباح غدا قد تكون هناك بعض المشاكل في الطرق في تلك المناطق. نعم. نتيجة تساقط وتراكم الثلوج. المناطق اللي أقل من ذلك اللي مثلا على سبيل المثال مناطق الرابية، مناطق الصوفية، هذه المناطق اللي في غرب العاصمة الأردنية. أيوه. عمان من المتوقع أن يكون هناك في طبقة من الثلوج صباح يوم غدا، ولكن لا نتوقع أن تكون معيقة بشكل أساسي للحياة العامة، ويتوقع أن تذوب بشكل تدريجي إثر ارتفاع مستوى تساقط الثلج كمستوى يعني على سطح البحر وعودة الأمطار بالهطول على تلك المناطق تدريجيا أثناء النهار يوم غد الأربعاء. لو بنلخص الموضوع، نعم، هل إحنا مرة أخرى على أبواب عاصفة ثلجية؟ نعم. في البيت وما يكون في دوام؟ اعتقد لا، مش هذا اللي احنا بننتظره. مناطق بعدت العاصفه الثلجيه عندي محمد صارت تقطع، تتعرض في تساقط ثلجي قد يؤدي الى نعم. يكون عندنا اعاقه في حركه السير والمسير. المناطق دون ذلك راح تكون عندنا الرداء الابيض موجود، ولكن ربما مع ساعات النهار الاولى راح يتلاشى ذلك وتعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا أثناء نهار الأربعاء. شكرا لك محمد الشاكر مدير طقس العرب، والحديث عن المطر عن يعني الجو خلال 48 ساعة القادمة. بشكرك.